عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وبصحه جيده، ويلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا فرحانين. المهم ان شاء الله نهار جديد وفيديو جديد معكم. فيديو قلت لكم نص واحد البنات. المهم انا غاده، انا نهز داك الشكاره جات صافي. ها ماشي مازال كتقيله شويه، ما كيف ما كتشوفوا حنا خرجت دابا وجود صابرين وخرجت دابا للمدرسه. المهم ان شاء الله وهانتوما معايا في هذا النهار. المهم راه اللي درتها اليوم ان شاء الله غنشاركها معكم وهانتوما معايا. المهم البنات رجعت دابا للدار، رسلت صابرين ورجعت للدار ان شاء الله. المهم دست اول حاجه دست نفطر جنات ونفطر حتى انايا ان شاء الله. المهم ياك جيت تاتي تفطري جنات؟ اه باغا تفطري ديك الجوع في الجوع. المهم البنات بالنسبه للفطور اليوم باش كنفطر باش ندور ليكم هنايا. هانتوما البنات غير كويس ديالاتي كويس ديالاتي، هذا عمرتو الزوج ديالي، فطر منو راجلي، فطرت منو صابرين، وغنفطر منو حتى انا. والزيت وخبز اللي شديتو سخنتو. المهم هادشي اللي كاين ان شاء الله اليوم باش غنفطر. بيتزا باش باغا؟ باغا بيتزا؟ اهلا بيتزا درناها لصابرين داتها للمدرسة. انا بيتزا ما باغا الزيت، كتقولي عزيز عليا اللي باغا الزيت عرفتو جنات؟ نكون دايره مسمن تقول لي باغا الزيت، عزيز عليها المسمن فيه الزيت، عزيز عليها الخبز الزيت. صابري لا صابري معايا صايبه معاها مشكل ما كتاكلش ليا الزيت. المهم البنات المهم غندوز ان شاء الله الفطر. ما باغا الزيت؟ ها؟ علاش هاك الزيت؟ يا بابا الزيت. ها؟ يا بابا 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 سيس. هيك زيت الخبز لبابا سيس. هاكي عزيز عليها الزيت هو الخبز، وما كاين محسن من زيت الخبز. البارح حيت مشيت مع اختي، المهم نهار السبت والحد، اليوم راه الاثنين، يعني ما عندي لا مسمن لا كيكة. ان شاء الله غنصاوب معكم اليوم واحد البريوش اللي كنخلي فيه كيكة ولا بريوش كنخليهم بحكا كناكلو معاهم في الكوتي ولا بحكا في الفطور. ولكن ضروري انا ما عنديش مع قبلك هنايا، انا ما عنديش البنات مع الفطور اللي يكون فيه بلويوش ولا ضروري. ها ضروري خاصني يا مسمن الزيت ولا مسمن الفرماج، المهم شي حاجه صحيه. ما كان داك الهتوف ما عنديش، ما عندي مع ضروري خاصني ناكل المهم الزيت ولا الفرماج ولا خبز ولا مسمن، اما التخربيق الاخر ما عنديش ما عنديكم الصراحه. صافي البنات غنفطر ان شاء الله ونرجع معاكم. صافي هنايا البنات رجعت معاكم، كيف ما كتشوفوا دست هنايا كنطوي في شي حوايج. المهم هنايا البنات راني جماع سطا عندي، ومهم ضربت عليها بواحد الشفيفه ناضيه، المهم جمعت كلشي، بقاو لي غير هاد الحوايج هما. كنكره البنات الحوايج يعني ندخلهم وما مطويينش. هادو البنات راني المهم كنت نشرتهم، قلت لراجلي دخلهم ليا ملي مشيت عند اختي، وبقاو تما كاين. المهم اليوم الاثنين قلت غنحيدهم عليا. صافي البنات غنجمع ان شاء الله هاد الحوايج نردهم لبلاصتهم ان شاء الله، وندوز نوجد الغدي وان شاء الله. وهانتوما معايا اخواتي، واللي اول مره كيشوف هذا الفيديو وما مشاركش في القناه ديالي كنقول ليه مرحبا بك والف مرحبا. ما تنساش تضغط على زر الاشتراك وكذلك على الجرس باش يوصلك اي جديد ديالي، ونخليكم مع الفيديو.
عايشه وجلبانه وزويتين ديال الدار. عرفتي البنات شربتو معكم البارح كنت درت ليه الملحه دابا كيشهي والله كيشهي بواحد. غندوز دابا ان شاء الله نحط الطويجين قبل ما نمشي نجيب صابرين غناكل انا انا وجنات شويه الخبز والزيتون كيعجبني بزاف. صافي هنا البنات من بعد ما طيبت الخبز كيف ما كتشوفوا المهم هنايا بالنسبه للخبز كنعجن اللي يدي ليا يومين. دابا البنات راني ما عجنت من نهار الجمعه المهم يومين المهم حتى ليا السبت والحد والاثنين اليوم عجنت. كنديروا بعض المرات غير لتحت دابا ملي كيعود الحال بارد كنديروا غير لتحت وبعض المرات كان لا كان عندي بكثره كنديروا في الكونجيلاتور وكنجبد بحال كنسخن بلا ما نعجن كل نهار. راكم عارفين البنات اللي عنده الوليدات كتكون عندك شحال من حاجه باغا ديريها. المهم هنايا ومهم دست كنصوب في الطويجين المهم جبت الحيمات صافي عندي ان شاء الله طويجين كيف قلت لكم غير بسيط ان شاء الله ورجع معكم خواتاتي. ومن بعد ان شاء الله غنشارك معكم واحد البريوش اللي ساهل وسريع واللي المهم شي اخت كتعكز على الكوتي بحكم ديرو من بعد الغداء ساهل يعني ترديه حتى المهم ما تقاديه حتى تبغي تقربي ديري الكوتي ساهل المهم كياخد شي وقت كثير نص ساعه كيوجد عندك المهم على حسب الجهه. ان شاء الله غنشاركوا معكم غير تكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير ترجع معكم. رجعت معكم من بعد ما غديت بنياتي ان شاء الله غنشارك معكم واحد البريوش اللي باغا نديرو الكوتي ان شاء الله اللي ساهل وبسيط وما كيحتاجش شي مقادير كثيره وما كياخذش شي وقت كثير ان شاء الله غنشاركو معكم. كيف ما كتشوفوا حطيت كاع المقادير هنايا. هنا عندي كاس حليب اللي دافئ انايا البنات سخنته وهنايا عندي نصف كاس ديال السكر سنيده ونصف كاس ديال زيت المائده وعندي هنايا جوج بيضات اللي غنستعمل بيضه وبيض بيضه وصفار ديال البيضه غنحتاجو للدهن. وهنايا عندي واحد الملعقه ديال الخميره ديال الدار المهم وهنايا عندي 8 غرام ديال البيكنج باودر للخميره ديال الحلوه وهنايا عندي رابعه ديال الدقيق. المهم غندوز دابا ان شاء الله نوريكم الطريقه. المهم بالنسبه للطريقه غندير بيضه هنايا غناخد صفر بيضة اللي غنحتاجو من بعد وغنضيف الخميرة وغنضيف كأس ديال الحليب اللي كتليكم سخنتو شوية والسكر والزيت. طريقة سهلة ما كيحتاج شي. هنايا صافي غنبقى تيندمجوا ليا هاد المقادير كاملين ورجع معكم ان شاء الله. صافي دابا من بعد ما خلطت الخليط كيف ما كتشوفوا غنضيف دابا من بعد ما خلطت الخليط في الاول غنضيف الدقيق وغنضيف الخميره ونجمع العجين نخلط
صافي البنات هانتوما من بعد ما الخليط كيجي عندنا الخليط راه بحال ديال الكيكه. هانتوما البنات صافي هنايا غناخذ المول. بالنسبه للمول خديت هذا المول هذا صافي وغنضيفها. بالنسبه للمول راه تاخذوا المول اللي عندكم ماشي ضروري يكون دائري. صافي هنا من كبيتو بعد في المول تحاولوا دير ليه هكا باش يتزكاد. صافي صافي هنا هذاك الصفر البيض اللي كنت احتفظت به غندير شويه الخل. صافي وغندهنها وغنخليها تخمر تتبان لكم طلعات في الخموريه. صافي وغدخلوها للفران ومن يطيب ان شاء الله رجع معاكم. احسن دهنوها في الاول البنات. هنا من بعد ما خمر ليا كيف ما كتشوفوا اخواتي غندخلو دابا الفران ان شاء الله ونتلاقى معاكم البنات. رجعت معاكم كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت ليا البريوش اللي هاد البريوش بحالو بحال كيكه. المهم كيف ما كتشوفوا هانتوما الجاج هذا هو الشكيه النهائي ديالو. بالنسبه للتزيين البنات انا دهنته بالشوكولاط على حساب بنات عزيز عليهم الشوكولاط. انتوما دهنوا بالكوفيتير اللي عندكم زينوه بهذاك الشيء اللي عندكم في الدار. هنا درت شويه اللوز شديتو غير طحنته في هذيك الماكينه اللي كنت ديال لي درت. هانتوما نوريها لكم هذه والله الا صدقات ليا هذه صدقات فنه كتنفع. درت عليها شويه اللوز صافي وطحنته غير هرمشتو بغيتي طحيتني لي كتنيت غير هرمشتو صافي وكيف ما كتشوفوا وكان هذا هو الشكي النهائي. ان شاء الله نفتحها معاكم. المهم غنفتحها معاكم ان شاء الله. ماما كيعجبني فيها الشكل. هانتوما البنات ماما كيعجبني فيها الشكل. انا هانتوما كيفاش كتجي كتجي علم زوينات البنات. انا مزيان انا كما كتشوفوا البنات هانتوما كتجي هشيشه وكتجي رائعه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا فتاتي. انا غنعطيك دابا غير نكمل غير التصوير. كتجي كتحمق هذه البنات كيحمقوا لها الوليدات كتجي كتشهي. هذا ما كان خواتاتي كنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وشكرا لكم بزاف. والسلام عليكم وتهلاو في ريوسكم. ومنساوش دائما انني احبكم في الله. باي باي عليكم.